المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. يسعدني ويشرفني جدا أن يكون معي في هذه الحلقة أستاذي الجليل، وفخر به جدا في هذه الحلقة، عبد الرحمن الشبلي. مرحبا. والاسم غني عن التعريف. رحب بصورة كبيرة جدا بشقيقي الأصغر الأستاذ الناقد محمود حسن فكاك. مرحب بك. مرحب بالمشاهدين الكرام وإلى محاور الحلقة الجديدة من دروب مغايرة. الحلقة مخصصة الآن للمهرجانات المسرحية في السودان. هل هي فكر أصيل للمهرجانات في السودان أم صورة ملحة لتواكب لها طلب معين تمشي به لقدام، ولا عشان تسد لها فرقة أصلا كانت مفقودة؟ وبالذات الآن معنا عبد الرحمن الشبلي ممثل لمهرجان عبد الكريم مرغني، وأظن صار المهرجان الوحيد الباقي لنا من المهرجانات الكثيرة بتعسر الحركة المسرحية بتعطلها بتفاصيل زي دي. دليل لمحة عن المهرجان قبل ما نجي لمحمود، نسأله عن المهرجانات في السودان عموما ضرورته وأهميتها، هل بتقدم ولا بتقدم؟ نشوف مركز عبد الكريم مرغني الفكرة والتأسيس والمهرجان نفسه وأساسياته. مرحب بك الشبلي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا دكتور اليسع قناة الشروق. في البداية الواحد بيترحم على موتانا، إن شاء الله ربنا يتقبلهم قبولا حسن، و يعني برضو نتمنى لثورتنا الفتية الانتصار، ونتمنى برضو يعني للبلد التقدم والازدهار والسلام والأمان. وحقيقة يعني نحن كدولة عانينا كثير جدا جدا في مختلف النواحي، ونتعشم في عهد العهد الجديد في أنه تتغير كثير من الحاجات يعني، والبلد قطر يركب في قضيبه ويمشي لقدام إن شاء الله. نحن الحقيقة في المسرح برضو من القطاعات عانت كثير من الإهمال، عانت كثير من عدم التخطيط وكذا، تغبيش الرؤية، ما في استراتيجية، العهود المتعاقبة يعني أهملت الجانب الثقافي ده عموما. ومثلا المسرح والجانب الغنائي والبتاع، الناس تفتكروا الترف وترفيه لا أكثر ولا أقل، نظرة طبعا قاصرة جدا جدا. في المسرح يعني في فتوته كان مصدر من مصادر المعرفة ومصدر من مصادر توصيل المعلومة، وله يعني مساهمات كبيرة في تطور البلد وفي بناء الإنسان السوداني وكذا، ويعني خطة حاجات كثيرة جدا الناس ما بتجهلها. لكن للأسف الشديد يعني صرنا نتحسر على عهد ذهبي فات، بدل ما نمشي لقدام حاسين بأننا نحن ماشيين لورا. سؤالك دكتور يسع في المهرجانات وكذا، الحقيقة يعني زمان المهرجان كان عبارة عن جردة أو حصيلة لنشاط بيتم خلال العام، وفي المسرح بالتحديد يعني نهاية الموسم كان بيتعقد مهرجان احتفالي بيتقيم فيه الموسم كامل، يعني يكرم من يكرم فيه ويعلن الفائزين فيه في مختلف مجالات المسرح وكذا. يعني أقدر أقول من منتصف الثمانينات ونحن ماشيين لجاي بدأت الأمور تدهور كثير جدا جدا، لغاية ما وصلنا مرحلة بقت المهرجانات هي المنفذ الوحيد أو الرئة الوحيدة الممكن يتنفس من خلال المسرحيين والمسرح عموما.
يعني أنا بفتكر المهرجانات كانت يعني طلب لحوجة، الناس كانت محتاجة في أنها هي تمارس مهنة، محتاجة في أنها تقدم فن، ما كان في طريقة غير أنه تتعمل مهرجانات. فالمهرجان يمكن كمان لسوء، أقدر أقول لسوء التخطيط، في أنه بقى يعني ما مؤسسات المهرجانات، ما مؤسسة تأسيس سوء سليم، التخطيط من منو يا عم؟ سوء تخطيط من القائمين على هذه المهرجانات. يعني في البداية كان في مهرجان الثقافة اللي ابتدرته وزارة الثقافة والإعلام من عهود قديمة، مهرجان الأول والثاني والثالث والرابع، أظن خير لي وقفنا في الرابع ده. هو لحد حسي ما ولا السادس ولا السابع ما عارف، لكن على الورق وعلى اللي هنا بيقول آي لكن دي المهرجانات اللي كانت يعني راعياها الدولة، وكانت منظمة تنظيم سليم، وفي مناحي مختلفة، يعني في المسرح بتلقاها، في الغناء بتلقاها، في الغناء الشعبي، في الغناء الحديث، في الجاز، في كده، مهرجان فني متكامل. لكن ما قدرت تستمر فيه، كان يفترض أن يكون دوري سنوي أو على الأقل كل سنتين مرة، لكن بقى بفضل الجيب، في حاجة بيعمل المهرجان، ما في شيء. محاورك في المهرجانات انها جرد سنوي لمجموعه من الاعمال نعم، بيخليني اجل السؤال عن عبد الكريم مرغني شويه وارجع ل اسمح لي اقول ابننا محمود حسن فكاك بالنسبه لنا والشيب لابننا، نعم صح؟ صحيح. صحيح. نرجع لمحمود، هو متابع وناقد متابع للحركه المسرحيه وله بحوث ودراسات منشوره كثيره جدا ومشارك في معظم الاوراق اللي كانت بتقدم في المهرجانات في التواصيل زي دي، بجانب انه ناشط في الحقل النقابي والاناء الدرامي الموجود في الان في السودان. المهرجانات دي بقت ما جرد، بقت هي عطيه مزين لمجموعه من الناس المنتظرين في الرصيف او القاعدين تحت شجره الزهاجه منتظرين لهم زول يقول لهم يناديهم. بعض المرات للاسف الشديد بشبههم بالناس اللي قاعدين جنب السفاره المصريه والسفاره الحتت دي منتظرين سباك يجي هون يرزق اليوم باليوم، تفاصيل زي دي مساله مؤسفه جدا في قطاع مفروض هو يبني الانسان، وللاسف الدفع بجانب بناء الانسان توقف من زمن طويل جدا. بنبني الشارع، بنبني لنا مستشفى خاصه، مدرسه خاصه، بنبني لنا عماره، غابات اسمنت، كذا الانسان ما اتبنى. المهرجانات دورة في النهضة المسرحية المعاصرة هل هي قدمت ولا مفترض نشوف لنا مشروع آخر نساهم به يا محمود؟ طيب شكرا لك دكتور اليسع، أبونا دكتور اليسع، ليك أستاذنا أستاذنا الشبلي، الله يبارك فيك، سعيد أن أكون بيناتكم. المسألة حقيقة هي معقدة، يعني ما بسيطة، لكن السؤال الأول المركزي المفترض نزله، هل نحن عندنا مهرجانات؟ بالغض على الإجابة حتكون فيها إيه، لكن حجمها ومدى انتشارها مدى فعاليتها دي كلها أزيلة نحن مفترض نزالها. على سبيل الحصر ممكن نقول إنه عندنا مهرجان واحد استمر لقرابة 19 سنة أو 20 سنة، مهرجان البقعة، مهرجان البقعة الدولي. عندنا مهرجان عبد الكريم مرغني استمر الآن دي دورته الرابعة يا أستاذ، مش كده؟ السادسة. السادسة في المهرجان، هو مكان مهرجان مجد النور التدريبي، عمل دورتين وبعد ذاك عمل اربع دورات بالسادة باسم عبد الكريم مرغني. ده بيخلينا نسال انه قدمت شنو زي ما انت قلت للوسط المسرحي وللحقل الدرامي كله. الملاحظه الاولى في كل المهرجانات دي مع استثناء بسيط لمهرجان عبد الكريم مرغني انها مهرجانات بلا هويه. بلا ده عشان الشبل قاعد ولا اصلا؟ لا ما انا حقول بسيط. انا حقول ليه انه دي بلا هويه وده الاستثناء. بلا هوية لأنه 19 دورة مثلا من مهرجان البقعة بتشاهد فيها عروض للمسرح الصامت، بتشاهد فيها عروض للمسرح التجريبي، بتشاهد فيها عروض للمسرح التجاري بمفهوم المسرح التجاري، بتشاهد فيها عروض لهواة، لمحترفين، لرواد. كل الناس قاعدين في حتة واحدة بيقدموا أشكال بتاعت عروض مختلفة. ظلت نفس الحاجة بتتكرر طول 19 سنة.
طيب لما تيجي تقيس ده بانه هو قدم شنو او مدى تطور المهرجان من عدم تطوره شنو، ما بتلقى في نتيجه في النقطه دي كويس. ما في مهرجان متخصص مثلا بتاع مسرح تجريبي او مسرح مونودراما او اي شكل من الاشكال اللي هي انت بتشتغل في نمط واحد وبكون هو مستمر وبيحصل تطوير في النمط ده ذاته باعتباره مش ما عدا تجربه بتاعت كان الكليه قدمت مهرجان المسرح المعاصر وده كان واحد من الحاجات اللي عندها نمط. يعني عبد الكريم مرغني لما بدا مهرجان مسرح تجريبي باسم مهرجان مجد النور للمسرح التجريبي، الهويه هنا واضحه تماما انه مهرجان شغال في حقل محدد. الحصل بعد ذاك لما انتقلوا لانه سحبوا منه فكره التجريبي وبقى مهرجان مركز عبد الكريم مرغني، عملوا هويه بشكل ثاني اللي هي بدوا المسرحيات الكلاسيكيه بعد ذاك اشتغلوا على بروع جديده، وكان الشرط الاساسي انه تشتغل مسرحيه من كلاسيكيات المسرح السوداني. اتطوروا مرحله ثانيه بقت في مسابقه بتاع تاليف مسرحي لمسرح سوداني. الهويه هنا اتبنت على فكره الكتابه الجديده للمسرح، يعني المهرجان ما بيقبل مسرحيات قديمه، ما بيقبل اشكال، خط اشتراطات لنصوص مسرحيه من فصلين اللي هي نصوص طويله. هناك قلنا انه في عروض بتاعت مسرح صامت، في مونودراما كلها بتتلاقي في شكل واحد، هنا مسرحيه من فصلين مكتوبه للمهرجان. ده جزء من تحقيق الهويه للمهرجان لقدام. بيبقى الاجابه على السؤال مرتبطه بانه ما يقدم المهرجان مربوط بهويته او بالحقل اللي بيستهدفه او القطاع اللي بيستهدفه. يعني ممكن يكون مهرجان لهواه، مهرجان مسرح للهواه، دي الهويه بتاعته اللي يشتغل عليها، وممكن يقدم للفئه اللي هو استقصدها دي في نقاشات فكريه، في الاوراق النقديه لهم، في شكل العروض. بعد ذاك انت بتقدر كباحث تقيس تطور المساله واثر عليهم هم ذاتهم كهواه. القصه دي بعد ذاك بتسوقنا لاسئله كثير. يعني مثلا الاستاذ السحر اذا تكلم لنا عن المهرجان ممكن بعد ذاك نتكلم عن مشاكل لاقتنا ونحن مثلا بنناقش في عروض او في التحكيم في واحده من الدورات كده. انت محمود زي اتفقت مع استاذنا الشبلي في انه سوء التخطيط في المهرجانات، والمساله المؤلمه جدا انه ضربت نموذج بعبد الكريم مرغني بالبقعه اللي استمرت 19 و20 دوره، بعبد الكريم مرغني 6 دورات. الدوله طيل السنوات طويله جدا غايب الا عبر محاولات متفرغه لايام الخرطوم المسرحيه اظن، وبدعم سخي من حكومه الشارقه قاموا دورتين لمهرجان المسرح الوطني اللي حد حسن عمت، ويظن السند حيتاجل تقريبا للظروف الحاصله في العالم كله. غياب تام للدوله المنطبيه، مش الحكومه، الدوله المنطبيه انها تبني بني ادم، تبني مواطنها. نطلع فاصل مشاهدنا الكريمه، ونعاود في الحوار عن المهرجانات ومهرجان عبد الكريم مرغني، لانه يبدو انه هو المهرجان اللي بيخط لنا حجر في بركه ساكنه. نطلع فاصل صغير ونرجع لك، خليك قريب. غير خلل اخوي عداني، يكفي النيل ابونا والجن السوداني. يا فنديه يا فنديه، انا بفتكر انه نحن قدمنا لوحه مزيفه على الاحتلال. وقول يا فندي، قول نجحنا في توصيل رسالتنا باننا مهيمنين. مهيمنين مهيمنين يا فندي، بدون ما ناثر في العناصر الاخرى. الوحده مش حاجه سهله، كفاية نزع عليها، وكذلك هزيمة الطائفية، هيمنة الجيل القديم من الخريجين على لجنة الخمسين الأولى أثر على المؤتمر ومنع الأفندية من الظهور كطبقة موحدة، وده المقصود عشان منحي المحلة الطائفية. ها؟ يعني حكومة الإنجليز نامت وسعيدة، حجمت المؤتمر وخلته منظمة. منظمة؟ منظمة تعمل على الدستور اللي وافقت عليه وهي ما نسى المؤتمر. المؤتمر بقى له قوة. فعلا يا فندي، فعلا المؤتمر بقى له قوة، لكن في ناس يفتشوا لدعم الطائفية. حاجة تحير، بجد حاجة تحير. نعود الترحيب بكم مرة أخرى مع ضيفينا الكريمين، أستاذنا عبد الرحمن الشبلي والأستاذ الناقد محمود حسن فكاك، في الحوار عن المهرجانات وعن واقع المسرح السوداني وعن مهرجان عبد الكريم مرغني. محمود قبيل وضع سردي وقال
استثناكم استثناء صغير كده انه انتم قدرتوا تضعوا هويه او هويه للمهرجان. شنو خلاكم تتميزوا بالفكره دي؟ عبد الرحمن مركز عبد الكريم الغني يتميز بانه يضع له خطه استراتيجيه تبني له لقدام. ويبدو انه حسع هو المهرجان الوحيد بدورته الجايه دي انه حيقدر القدر انه او اول مهرجان في فتره التحول اللي حصل بعد التغيير في الثوره المجيده اللي حصلت انه يكون في مهرجان على الاقل نقول في مهرجان ماشي بغض النظر عن يكون جرد للمسرح السوداني ولا فقاعه في المهم يكون في مهرجان. الحقيقه يعني الميزه جات يمكن خيل لي من جديه مركز عبد الكريم مرغني في تناول حاجاته. المهرجان ده بدا او قبل ما يبدا كان المركز بيحتفل سنويا بذكرى مجد النور كشاب له مساهماته في الحقل المسرحي واختطف الموت باكرا الله يرحمه ويحسن اليه. فقدم زي 7 سنوات ذكرى لمجد النور. جد تفكير اللي يمكن ميز عبد الكريم مرغني في انه يعني هو دائما بنشد تطوير افكاره وكذا في انه يا اخواننا نحن الذكرى دي ما نطورها شويه وتبقى لمهرجان. الناس اللي اساسا يعني متعاونين مع عبد الكريم مرغني في هذا المجال جات الفكره منهم ورحب بها المركز وتشاوروا في انه يكون كيف. فقرروا في انه يكون مسرح تجريبي مسرحيات قصيره فصل واحد ومجد النور في نفس الخط اللي كان شغال فيه مجد النور لانه بيحمل اسمه فلازم يحمل برضه جزء بصمته في المسرح ف اتقدمت دورة اولى ودورة ثانية في الساحة في لوك الداك في مهرجان البقعة في المسرح الحر وماشيات بنفس الريتم. الاختلاف يبقى زي ما قال ابننا محمود في انه مثلا البقعة عامل خلطة كده يعني ملو دراما مع كلاسيك مع شباب مع رواد مع دي مشكلة. لكن يمكن المسرح الحر كان برضو قريب للتجريبي وكذا. فيا أخواننا نحن بدل ما 3 مهرجانات ماشية في خط واحد تتشابه ما نفكر في أنه نحن خط آخر نطور الحاجة دي شوية لقدام. فجاءت الفكرة في أنه الناس ليه ما تتناول سيرة المسرح القديمة اللي رسخت في أذهان الناس بمسرحيات خالدة نقوم نعيدها تاني برؤية شبابية جديدة بعناصر شبابية جديدة في الأداء في الإخراج. فجاءت الفكرة قام حصل خلاف الناس بتفتكر أنه ده خروج على نمط المهرجان هاي. في حين انه إدارة المهرجان بتفتكر انه ده يمكن خطوة لقدام. نحن بدل ما نبقى كلنا شكل واحد نخلق شكل آخر يخلق نوع من النقاش والمثاقفة في تطوير هذا المجال. فاتناولوا زي 6 مسرحيات من رصيد المسرح القومي مسرحيات لها أسماء أخرجوها شباب مثلوا فيها شباب برضو عملوا تجربة مختلفة تماما يمكن كانت يعني لقت شيء من المدح في أنه والله يعني حتى الشباب ديل يمكن ما شافوا العروض دي لكن يعني قدموها برؤيتهم. فيبقى مهرجان عبد الكريم مرغني ماشي في خط بتاع تقدم لقدام. طبعا استاذنا الشبلي في كل العالم بدءا من
الدولة العظمى أمريكا، مرورا بتركيا، مرورا بالمكسيك، مرورا بالهند، مصر جارتنا القريبة دي، إن الفنون مرتبطة بالاستراتيجية العليا حق الدولة. صحيح. يعني ما عليه كيفك مثلا. يعني عندك حرية مطلقة مثلا في هوليود، لكن صورة أمريكا التي لا تخر، صورة الإله الأمريكي موجودة. صحيح. هكذا في تركيا، هكذا في مصر، هكذا في بوليود، هكذا في كل الدول، حتى الدول المجاورة لنا اللي بدأت متأخر وأنا كثير جدا مثلا زي إريتريا وإثيوبيا مرتبطة بالتحولات العظمى في البلد. للأسف نحن ما عندنا ما القراية دي، ويبدو انه مهرجان عبد الكريم مرغني يتحاول يتلمس انه يستلف دور الدوله في وضع استراتيجيه يمشي بها لقدام. وده الحس على الراجل انه كلنا انه الفنون تقود بنا الانسان اللي حصل له دم، حصل له اهتزاز وتشظي يا قوم المرحوم رجب في كثير جدا من اجراءاته في الدنيا دي. صحيح. وبنعاني منه الليله نحن. صحيح. وكلنا قاعدين نشتكي وكلنا قاعدين نلعن الظلام، لكن فعل حي نقدمه للاخرين ما عارف كيف. يعني فعل يخلف صورة دي ما عندنا فيها. كديها محمود نخش من المدخل ده انه مقدرة مهرجان عبد الكريم مرغني انه يبقى لنا قوة نفاذ، انه يكون عندنا استراتيجية للفنون عموما، ودي يبدو انه حيكون مثلا الحلقة الجاية في دروب مغايرة استراتيجية الفنون دي ومقدرتها على التغيير عبر قوة عبد الكريم يغن. ونأمل إنه مسألة تتم، يعني كلنا منتظرين إنه الإنسان السوداني يرجع منه الكثير لحد حسا، يعني ما يستاهل قاعد يحصل له. صحيح. بتفق معك بنسبة كبيرة جدا من الكلام اللي قلته ده. وحقيقة لفترة طويلة جدا الدولة ظلت هي ما عندها استراتيجية ثقافية ولا سياسة ثقافية. كويس. في واحدة من الدورات كنا بندرس في السياسات الثقافية، فكل ما ندرس نمط بنحاول نطبقه عليه على النظام السائد عندنا بنلقى ما بيشبه. كويس. المسألة دي بتنسحب على المهرجانات، يعني لازم يكون في سياسة ثقافية. الدولة لفترة طويلة جدا كان شغالة بنمط الراعي، والنمط الراعي ده هو انه الدولة ما عندها اي علاقة بما يتم انتاجه وما يتم في مضمونه كده، هي بس بترعى، ودائما الرعاية تكون عطية مزين يعني للفعاليات. في كثير من الدول اللي انت ذكرتها دي هي شغالة بنمط المهندس، ونمط المهندس ده هي الدولة هي مصمم ومنفذ وشريك أصيل في الفعاليات وفي البرامج كده، باعتبار أنه هي ذاتها عندها استراتيجية عليا شغالة بها في كل القطاعات. يعني قطاع الثقافة ما بينفصل عن قطاع الصحة ولا بينفصل عن قطاع التعليم وكده. يا سلام. في إطار النمط الهندسي المرسوم ده. إذا حاولت تقيس الحياة دي على المهرجانات بتلقى انه ديل شغالين يعني لحد ما بنمط المهندس مركز عبد الكريم مرغني، على عكس مهرجانات ثانيه هي بتسعى لرعايه وبتدفع بس مقابل لانه زول يقدم عرض بالشكل الدائري هو. فهم بدوا يهندسوا في شكل العرض اللي قدامهم ممكن يمشي كيف. يا اخي في مشكله كبيره جدا في كتابه النص المسرحي عندنا. وكثير من الشباب بيفتكروا ان المساله دي سهله يستسهلوها وبيجوا يكتبوا شكل النصوص، واصلا بوابه ما عندها حراس المسرح. بالضبط كده تماما. بالضبط كده تماما. فما في نصوص وفي مشكله في الكتابه، معناها نحن نبدا من ننطلق من هنا انه يبدو ناس يكتبوا. وعملت ميزه كويسه جدا، يعني رحلت لنا كتاب من حقول ثانيه زي حقل الروايه والقصه القصيره وكده، فدل جو على المسرح وعملوا اضافات. والمساله دي تاريخيا ما منفصله، يعني كثير من الادب والكتاب كانوا جزء من الكتابه للمسرح يعني. فالمسألة دي أدت القصة بوش لقدام، بقت مسابقة النصوص كمسابقة منفصلة بتساهم بشكل كبير في أنه المهرجان يقدم عروض كويسة، لأنه بتمر بلجنة أولية عندها شروط خدتها، شروط العادية دي، بعد ذاك للجنة مختصة بتراجع النصوص بتشوفه وبتغيمه وبتقدمه. لما تجي للمهرجان بيكون المركز أو الإدارة بتاعت المهرجان عندها دور في العرض المسرحي ده، متابعة البروفات، تغييمة كده، حتى اختيار المخرجين مرات. المسابقة بتبدي إنه المؤلف إذا كان هو مخرج ممكن يخرج عرضه، إذا ما مخرج هي اللجنة هي اللي بتختار المخرج للعرض بمواصفات برضو مخطوطة وموضوعة كده. فالمسألة دي ساهمت في إنه شكل المهرجان يكون يعني لحد كبير متماسك وقادر يخط طوبة فوق طوبة فوق طوبة. الكلام اللي قاله محمود ده بيلقي عبء كبير جدا يا أستاذنا الشبلي عليكم في مركز عبد الكريم مرغني. كواحد من الناس المؤسسين للمهرجان وبتديروا المهرجان او بتمثل الشق المسرحي في المركز، العبء الثقيل ده بيخليكم انه تطلعوا بالادوار
كان ممكن يستعد لكم زول آخر مثلاً التخطيط حق وزارة الثقافة، حق الدولة، حق إدارة الإدارة العامة للشأن السياسي والثقافي والاقتصادي في البلد. الدورة الجاية دي خاطين في نصب عينكم التغيير، المساحات حقت الحرية اللي وجدوها الناس، التضحيات الجسام اللي قدموها الناس، العبء ده خاطين في بالكم إنه للمهرجان إنه يتحمل أقداره التاريخية دي لو صحة التسمية بالكلام اللي قاله محمود ده؟ والله يا أخي فعلا يعني المركز خاطي باله على الجانب ده، ويعني بيفتكر أنه دي واحدة من مسؤولياته. تخلت الدولة عن هذه المسؤولية، لكن الواجب الوطني بيفرض على المركز في أنه هو يتولى هذه المهمة. يعني مثلا في المسابقة بتاعت التأليف في الدورة الأولى والدورة الثانية لحد ما كنا بنعاني من المشاركين في المسابقة، وفكرنا في أن نقوم نضع شعار للمنافسة، يتنافس الكتاب في داخل هذا الشعار، لكن رأينا في أنه نحن بالصورة دي يمكن نحجم من قلم الكاتب في أنه نحن وجهناه للحتة دي. نحن دايرين حرية للكاتب في أنه يلقى نفسه في انطلاقه في الكتابة في الموضوع اللي هو دايره، لكن أردنا نحن في أنه يجينا نص متكامل، نص رصين يمر عبر لجان متخصصة تدينا الأوكي في أنه والله النص ده يستحق في أنه يقدم، لأنه فيه كده وفيه كده وفيه كده. فيبقى يعني رؤيتنا نحن لقدام برضو حسينا بأنه نحن في كثير من الكتاب المتمكنين، لكن يعني محجمين عن المساهمة. يا ربي ليه؟ هل بيفتكروا أنه الكتاب في المسابقة دي هو؟ هل يا ربي الجائزة ضعيفة ما مغرية كاتب كبير في أنه هو يتعب شهرين ثلاثة عشان يأخذ تليه ونص ويفوز بجائزة تكون ما قدر التعب ده؟ فنقدر نقول أنه اللجنة المنظمة للمهرجان رفعت قيمة الجائزة، ويمكن كثفت الإعلان والإعلام عن هذه المسابقة، ويمكن في